النساء إن النساء يمين وشمال بدل ما تقف معايا في الانتخابات. عملت لي فضيحه واستكبرت المحافظه والبلد والبلاد اللي حوالينا. دياب بعد ما اتهمتيه في النيابه مش هيسيبنا في حالنا، هيجينا لحد الدار هنا. فاكره اسكت لك اياه؟ كلكم بعتوني لمصلحتكم، لكن انا اللي في راسي هعمله. انا لا يمكن اتجوز على فراش حتى لو كان اخر يوم في عمري. يبقى من الساعه دي لا انت ولدي ولا اعرفك، والبيت ده ما تخطوش تاني. هو ولده يبهدلنا في الشارع وهو يصالحنا في حار. القاضي أجل قضية أسبوعين يا أم زينب عشان أسدد اللي عليا، وإلا هتسجن. بعد الشر عليك يا أخويا. وهارون الله يسامحه، كل مطلب منه الدين اللي ليه عنديه يقول ما عنديش، وأنا مش عارف أعمل إيه. مش هيدهولك إلا لو زينب اتجوزت ولده دياب. وأنا لا يمكن أغصب عليها في حاجة زي دي أبدا. يعني نسيبوك تروح من هنا؟
سامحني يا فراش، سامحني يا حبيبي غصب عني، كنت اخلف الوعد اللي طلبته مني، هو الوعد اللي اديتهولك غصب عني. انا بنت رين، نار جايده فيا ونار جايده في ابويا، خليني استحمل واشيل عنه النار اللي محاوطه ابويا، اتحرج انا فيها ولا تمسش بقى سبب. حرير يا بنات، ستان يا بنات، نبين الرمل زين ونضربوا الودع. حرير يا بنات، ستان يا بنات. ازيك يا وداد؟ الحمد لله يا اختي. انت عرفيني؟ ومين ما يعرفكيشي يا مرة يا سو، يا جليلة الرباية فجرة. لو اهلك ما ربكوشي احنا هنربوكي. همو تعالي هنا. ولا زي دي يعرف بقصة ودني. المرة الجاية لو هوبت ناحية عيال نصرة ولا في الصفونية كلها لكم بتلاقي، والله لا خليك تقول يا رحمن يا رحيم. اضرب يا مرة اضربي. مسكناها وكسرنا عظمها، ولاد الحلال جروا بها على المستشفى. إلهي وانت جاهي ما تكون منها البعيدة. لا لا حرام، الدعاء عليها حرام، بردك ما تهونش عليا، ده أنا كمان هستف لها زيارة زينة واروح لها المستشفى يا حبيبتي. نصري في يا مرة، شفت عفريت ولا ايه؟ في كليفك سألت عليكي برا، قالوا لي درعها مكسره ورجليها متكسره ونفخها مفشفش، ما فيهاش فيها حته سليمه كتك. انت عاوزه مني ايه تاني يا نصري؟ عاوز ايه تاني؟ هو كنا خلصنا من الاولاني، لما هنخشوا في التاني بجانا يا مرة مأمناكي ومدخلاكي بيتي تقومي تلوفي على بيتي وعاوزاها تعوم على عومك يا مرة يا سوتي؟ أنا ما عملتش حاجة يا مرة. وطي حسك ده، وطي حسك يخرب بيتك. بالك انت لو حسك ده عالي تاني أنا هقول للحريم دول انت كنت ناوية تعمل ايه في بيتي؟ بالك ساعتها مش هما متلصمينك ده، ربنا هينزل فيهم جوه هيقوموا عليكي هيخلوا اكبر حته فيكي كتك ده. سمعتي؟ احلف لك، احلف لك يا نصر. حلفان ايه؟ هو الحلفان ده لعبه يا بعيده؟ اكتمي خالص. اسمعي، لو رجلك عتبت البلد ما هنطلعوكيش منها الا على ظهرك. سمعتي ده؟ سمعتي؟ ايوه سمعتي. سمعتي يا نصر؟ أنا كده سمعت. ألف سلامة ليك يا حبيبتي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معقول اللي عملتيها دي يا نصرة؟ وده دي كانت لازم تتربى يا جدي. هو إحنا خلاص ولا إيه؟ بقينا بلطجية على آخر الزمان؟ وقتلين قتلة لو حكمت في العرض يا بنت يوسف. يوسف؟ وهو فين يوسف ده؟ أما هو أنت مخفتيشي؟ أنا علشانكم يقطعوا من جسمي نساير ولا أقولش آه. بسم الله عليك يا أما.
بصراحة انت ما تخافش عليك يا نصرة. بقولك يا خال، هو دياب ما بنش تاني؟ من ساعة ابوه ما طردوا من الدوار لحيث ولا خبر. بيقولوا مرضيش يتجوز زينب. يا مين بختها اللي تتجوزوا دي؟ ده تبقى امها غلعت براسها وضعت عليها. انا اتجوز دياب يا ابوي. لا يا بنتي لا، ما فيش قدامنا غير كده. جلسة ابوي في المحكمة بعد كام يوم وانا ما استناش لما يحبسوه. وانت ايه ذنبك يا بنتي تتجوزي واحد لا بتحبيه ولا طايقاه؟ غصب عني كل السكك اتقفلت في وشي. ده انا ما صدقت ابعد عن العيلة دي ورب ولدي وعيش عشانه. لكن اقول ايه؟ اقول ايه؟ نصيبك ده محدش بيهرب من نصيبه. ما تقول حاجة يا عدنان. أمك اتأخرت يا رشيدة، زمانها جاية، دي بتجي من البلد كل يوم ترمح لحد ما يكون نفلتها مقطوع. الحكاية دي مش هتخلص. دياب ما بقاش جنة. في إيه عاد؟ هي خايفة من إيه؟ لو قلنا لها ما تجيش مش هترضى، فما تحاوليش، خليكي واقفة مستنياها وخلاص. معلش اتأخرت عليك. ولا يهمك يا أم. دياب ما يجيبهاش البراعات. طب انا هوريلك. بزي ذكي فضايح، ما هو واقف في حاله ما عملش حاجه. عملوا اسود وغطاه واحلى البعيد. معلش يلا يلا بيه. يلا يلا يا حبيبتي يلا. واخره اللي انت فيه ايه بس يا دياب؟ لا معك فلوس ولا ليك مكان تتوافيه بالليل. شوف لي معاك فلوس يا محروس. منين؟ ما اللي معايا كله انت اخذته يا دياب. هودني اود الناس، هودني وعود معايا دوار ابوك وتجوز زينب. انت ما واخدش على البهدلة دي يا ديار، ده انت سيد الناس. قدامي على المركز يا ديار. زينب وافقت تتجوز دياب يا عمدة. يا ألف نهار أبيض. هو ده الكلام يا حاج؟ عين العقل. زينب بنتك عاقلة يا عدنان، عارفة مصلحتها زين. بس يا ريت الجواز يقبل يومين الجايين دول. لا ما ينفعش يا حاج، احنا ما نعرفش لدياب طريق. يعني ايه؟ انا جلستي في المحكمة قربت. ما تخافش يا عدنان، حط في بطنك بطيخة صيفي. دياب ما يغيبش اكتر من كده، كلها يوم ولا اتنين ويعاود يقول حق برقبتي. يا ريت يا عمدة، يا ريت. بالاذن. ما لسه بدري يا حاج. معلش. السلام عليكم. مع السلامة يا عدنان. تفضل يا حاج. مع السلامة. لست نورت. تفضل. مش قلتلك زينب هتوافق؟ المهم يا ابوي ان دياب يعاود الاول. منها لله نصرة، هي السبب هي وبناتها في اللي جرى لنا دي. كله بالهداوي، كله بالهداوه يا زاهيه. تخلص بس الانتخابات بعدها نتحاسب انا ونصره على اللي عملته مع دياب. يا ابوي هي عملت كده قاصده عشان توسخ سمعتك وما حدش ينتخبك. الصبر طيب يا ولدي. بتركب ترباس لباب البيت تاني. بتقول ان في ديب سهران واقف برا البيت ممكن يهجم علينا في اي وقت. قصدها دياب؟ هو في غيره؟ دياب ما يسترجعش يعدي ناحيه البيت. الديب السهران ممكن يعمل اي حاجه. ما شفتيهوش واقف قدام المدرسه بعد كل اللي عمله؟
كم. انت كمان توحشتك. انا كمان توحشتك يا ولدي. ليه عملت فينا في نفسك دي؟ ليه؟ كنتش عارف اني رخيص عليك هيك بهي ام. حاولت معاك كتير يا ولدي لكن ما فيش فايدة. انت ما عارفش اللي حصل لي وانت غايب عني، وانا ما عارفاش عنك حاجة. بهدلت يا ام، بهدلت، زليت، طفيت راسي اللي يسوى واللي ما يسواش. هاد الشر عليك يا ولدي. انا عاوز فلوس يا ام، انا ههم البلد وهم الصعيد كله. لا بزيادك، بزيادك يا ولدي. انت ما عارفش ايه اللي حصل لي وانت بعيد عني. انت لا هتهمل بيتك ولا بلدك. ابوي ما هيخلينيش اعاود لما اتجوز زينب. اتجوزها ان شاء الله شهر ولا شهرين لحد ابوك ما يهدى، وبعد كده اتحجج ليها وطلقها. طلقها؟ فاكر كابوي هيسكت وقتها؟ ان كان على طلاقها سيب الحكايه دي عليا، انا ساعتها خليها هي اللي تطلب الطلاق وتقول حقي برقبتي. فكرك كده يا أمه؟ أيوة، اسمع كلامي تكسب. يلا خش تسبح وغير خلقاتك على ما حضر لك العشاء. حاسة أنك بقالك شهر ما دكتش الزقت. أنت بتقولي فيها يا أمه؟ طبيب يا ولدي. كله منك يا نصرة، منك لله، بس من الساعة دي حسابك معايا نيه. امك ما ماتش طول الليل، سامعاها طالعه نازله من السطوح للمنظره. انا شايفاها مكبره الموضوع قوي. صباح الخير. صباح النور يا ام. لابسينك ده ليه؟ هنروح المدرسه. لا ما هتروحوشي. قصدك ايه يا ام؟ هتاخدوا اجازه يومين. اجازه ليه؟ عشان انا ان شاء الله مسافره اسكندريه. هتعمل ايه في اسكندريه؟ هزور عم الحاج رضوان. وايه اللي فكرك بالحاج رضوان فجأة؟ اتوحشته وانت هتجي معاي. هجي معاك اسكندريه؟ وانت هتستني هنا مع اخوكي حسن، وجدكم حسين هيقعد معاكم، ما عايزينش منهده معاه، فاهم؟ تريحوه. ايه الحكايه؟ انا ما فاهمش حاجه. غيري لبسك ده والبسي فستانك، وانت روح عيط على جدك حسين. يلا. الحمد لله على السلامة يا دياب. الله يسلمك يا ابوي. على قدك سامحني يا ابوي. يا ولدي قوم قوم. خلاص يا ابوي، دياب عقل وعرف ان الله حق. سامحني يا ابوي، انا غلطان، حقك علي. توحشتك يا ولدي. انا توحشتك قوي يا ابوي. انا ما صدقت عودت البيت. يعني خلاص عرفت قيمة دار أبوك والعز اللي كنت عايش فيه؟ أيوة عرفت. اللي عرفني الأيام والليالي اللي قضيتها بلف على كعوب رجلي، لقيش مطرح يتويني، ولا هدمة نظيفة غيرها، ولا لقمة كلها غير المخبرين والحكومة اللي كانوا وراي. كنتش عارف أنعس الليل من خوفي لا يقبض علي. وعودت لك عشان تحميني يا أبوي. يعني تربيت يا دياب؟ وبعدين معاك يا حمدان. سيبيه اما يقول اللي في نفسه، مهما كان اخويا الكبير وخايف على مصلحتي. ايوه تربيت يا حمدان، ومن الساعه دي انا طوع امرك يا ابوي، واللي تقول عليه يمشي علي، ومداسك اشيله فوق راسي. طيب وبنت ناصره؟ انا نسيت اسمها خلاص، وما عايزش اسمعه تاني. أنا هتجوز زينب، أنا أولى بيها من غريب. الله ينور عليك، هو ده الكلام الزين والصح. أوي هروح أبل الشربات. أوي ارتاح يا دياب في البيت، مع اسم مخلوق يعرف إنك عودت عشان ضابط المركز لحد ما نشوفه حل للمشكلة دي. وإنت يا حمدان تدعي عجل النهاردة حلاوة رجوع أخوك بالسلامة. كتر خيرك يا أبوي. أنا مسافر مصر بكرة يا ولدي عشان عندي مشوار مهم، ولما عاود إن شاء الله هنعملوا ترتيبات جوازك من زينب عشان نفرحوا بيك يا ولدي.
يحيى اخيرا جيت الكليه. ازيك يا خالد؟ كيفك؟ كيف احوالك؟ انا الحمد لله كويس. ما جيتش بدري ليه عشان تحضر اول محاضره؟ بصراحه يعني يا خالد انا ما هجيش احضر محاضرات، بعدين ما انت عارف انا بشتغل في كافتيريا من صباحيه ربنا بالليل، ويا دوب استاذنت ساعه واحده بس عشان اعرف اجي. وبعدين معاك يا يحيى، انت كده من اول السنه فوتت محاضرات كتير. معلش معلش يا خالد، بعدين ما انت عارف ظروف، وعارف ان اللي انا فيه دي غصب عني. البركه فيك انت بقى، انت تجيب لي كل المحاضرات اللي انا ما بحضرهاش والمذكرات كمان. حاضر يا يحيى، بس هتعرف تذاكرها من غير شرح؟ امال ايه، انا كده وكدود، ما تخافش انت بس عليا. في دي بقى مش خايف عليك. صاحبكم مستعيد قال لي هلال. ومين قال لك انه صاحبنا اصلا؟ غريبه ان الجدع ده من اول السنه ما شفتوش حاضر ولا حتى محاضره واحده، وفي الاخر يطلع الاول في الترم الاولاني. يا ابني ده دحيح موس في المذاكره. دول بيقولوا انه جاب في الثانويه العامه 95% وكان ممكن يدخل طب. امال ايه، ساب الطب بقى وجه الحقوق عشان يقرفنا في عشتنا، وسياد وكيل الكليه والدي يهزقني بقى في الدخله والخارجه عشان واحد زي ده يطلع احسن مني. كان النهارده زرنا نبي عليه الصلاه والسلام. نعمل ايه، اتوحشناكم، كان عندنا مصلحه هنا في اسكندريه، قلنا نيجوا نزوركم وناخد البركه. انت وحشانا اكتر يا ناصره، وزي حسن ورشيده وعم حسين. زنان بيحبوا على يدك يا عمي، وزي سالم الحمد لله بخير. وبرضك مفيش اخبار عن يوسف؟ ربنا يجرب البعيد. ده لو كان لسه عايش ما قتلهوش هارون. فضل بسم الله ما شاء الله، والله وكبرتي عليا وبقيتي عروسه. امال ايه، دي بقت في الثانويه العامه وان شاء الله السنه الجايه تخش الجامعه. يا بوي لو الجامعه كمان على كده تبقى بنتك اول بنت في الصفوانيه تخش الجامعه. ربنا يبارك لك في عيالك يا ناصرة، انت طلعت بميت راجل. تعيش يا عمي، والله وقطعتوا بينا بعد ما فطونا ومشيتوا. وان شاء الله هنرجع يا ناصرة، هنرجع ومهما طال العمر. احنا سيبنا البلد وهارون عمدة، امال لو نجح في الانتخابات هيعمل ايه؟ وعرفتوها منين دين ورشح نفسه؟ فضل ما تفتوش حاجة في الصفوانية، كأنه عايش معاهم هناك. ايوه، وعرفنا انه ادى بيت عم الحاج رضوان لولده حمدان عشان يقعد فيه، وباقي بيوتنا اداهم لكلاب السيكك واولاد الليل. قوم يا فكري حضري العشاء. لا تقومي، احنا جايين نزوركم وماشيين وخلاص خدنا البركه. معقوله؟ قوم يا بنت. حاضر يا بالحاج. مش عيب يا نصر، ولا بيت عمك رضوان ما عادش مفتوح لك زي زمان بعد ما ساب البلد؟ بتقول ايه بس يا عمي، لا اله الا الله، احنا علينا مطرح نروح اللي عنديك. خلاص، يبقى اليومين اللي هتقعديهم في اسكندريه تقعديهم عندينا هنا. وانا مش هكسر لك كلمه، بس هو يوم واحد ليله، حضرتك عارف يعني العيال والمدارس. وكنت بعد اذن حضرتك يعني كنت قصده فضل معايا في مصلحه هنا. وانا تحت امرك يا نصر، امري. تعيش يا اخو. انا بالحاج ما تعرفش حاجه عن صبحه وولدها يحيى؟ العلم عند الله يا بنتي. الله يرحمك يا ابوي ويصبرني. قطعت بيا يا ابوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك يا قلب أمك يا ولدي، تلقاك على قدمك من صباحية ربنا. أنا عديت على الجامعة النهاردة وجبت من واحد صاحبي كل المحاضرات اللي فاتتني، ربنا يقدرني بس وأقدر أذاكرها الليلة دي. أحسن صاحب الكافتيريا محرج علي أفتح كتاب هناك. ما قلت لك يا ولدي ركز في دروسك، وهي الخياطة أهي ربنا رزقنا منها، إنما أنت ادعي لي بس يا ادعي لي أنت بس سنين الجامعة دي تعدي على خير وأتخرج وأتعين وكيل نيابة. يا صلاة الزين، وكيل نيابة مرة واحدة؟ أيوة يا أمه، ده حلم عمري عشان العدل اللي اتحرمت مني أحقق لكل الناس، الظلم اللي أنا ذقت مرارته مخليش حد يدوقه واصل. اوعى تقول لي انك عاوز سلاح جديد، انت
ملحقتش. لا مراد بيه، السلاح لسه عندي موجود، واخر مره دياب ولدي طلع بنقله اثارات زينه كنا حنهدوك بيه، لكن الضابط اللي قلت لك عليه كان حيمسكه لولا ربنا ستر، وضاع مني 1,000,000 جنيه تمن الاثارات دي. خلاص خلاص يا هارون، بكره الانتخابات تخلص ونبارك لك وما يبقاش في حاجه يخاف منها. ما دي اللي جابني ليه كمرات بيه. مش فاهمك يا هارون. المنافس اللي نازل قصادي عظمه شديده وقديله في الدايره سنين طويله، وليه معارفه وناسه. بصراحه يا مراد بيه انا محتاجك، من غيرك ما هعرفش اكسب. فهمتك يا هارون. عشمي كبير انك توقف معايا في يوم الانتخابات، بعدين انت معارفك كثيره في كل محافظه، وهم يتمنوا يخدموا بعنيهم. وإذا وقفت جنبك في الانتخابات وساعدتك إنك تكسبها، إيه المقابل اللي ممكن تقدمه لي؟ بتقول إيه يا نصرة؟ بقول أنا عاوزة حتة السلاح اللي كنت عاوز تشيعها لي مع خالي حسين وهو ما رضاش ياخدها منك. في ديب سعران قاطر بيتي، العرض غالي يا واد عمي. من يوم ما فوت البلد ما فرقنيش لحظة. تسلم لي يا اخوي. ايوه كده ايوه كده يا عريس، تلبس وتتشيك. من كدك يا سيدي. ربنا يخليك لي يا ابوي، وما يحرمنيش من خيرك ومن عزك واصل. شفت يا زاهية دياب عاوز عاجل كيف؟ أنا ما عاوزش غير رضاك عني يا أبوي. والله راضي عنيك يا ولدي. وعشان كده هسيبك أنت اللي تقول لي عايز فرحك على زينب يبقى ميته. الخميس الجاي يا أبوي. إيه؟ الخميس الجاي طوالي كده؟ استعجل قوي قوي. يا ولدي بس إحنا ما عاملينش حسابنا. بعدين إحنا لازم نعملوا لك زفة وليلة كبيرة كم يوم قبليها. وبعدين يا ولدي العروسة لازم تجهز. زينب ما هترضاش بحكاية الزفة دي، أنا عارف من غير ما تسألوها. دي أول جوازة ليك يا ولدي، هتتجوز كتامي. راعي ظروفها يا أمه، ما هي معذورة برضك. ولدك عنده حق يا زاهية، إحنا نجوزوهم الخميس الجاي، والزفة والليلة الكبيرة تبقى بعد الانتخابات. خلاص يا هارون، كلم الحاج عدنان يجهز بيته. أنا لازم أجهز الأول يا زاهية، أنا وعدت أديله فلوس يوم كتب الكتاب. ما تشيلش هم، باقي على الخميس الجاي كم يوم، ربنا ساعتها يفرجها. ربنا يبارك فيك يا زاهية ويقدرني على رد جمايلك يا أصيلة. دياب عيط على أخوك حمدان قول له أمك عاوزاك في مصلحة. لا 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 بلاش دياب، تنسى إن الحكومة بتدور عليه. أنا هبعت لك غفير لحمدان يعيطه. انت هتسكت على المحضر اللي عاملاه الوليه دي؟ انا سمعت انها راحت اسكندريه لما تعاود لي حديث معاها، عشان كمان نخلصوا من الحكايه دي. حلوة اسكندرية دي، ربنا يحلي أيام. لساكي ما عاوزاش تقوليلي ايه هي المصلحة اللي رحتيها مع فضل؟ انت المصلحة دي. كلامك كله بالألغاز من ساعة ما قلتيلي نروح اسكندرية، لما وصلنا الألغاز كترت أكتر وأكتر. ساكي محملاني ذنب ابوكي؟
ماشي معلش. الحمد لله على السلام. احضر لك تاكل؟ مالك امك قالت لك ايه قلب وشك كده يا راجل؟ انطق مالك. امي عاوزه فلوس تديها لابويا عشان يديها للحاج عدنان ليله كتب كتاب زينب. وهي امك ناقصها فلوس؟ دي على قلبها قد كده، ولا تكونش طلبتهم منك تدبرهم من فلوس تجارة أبوك؟ لا يا، عاوز الفلوس منك انت. منني؟ منين؟ هو أنا حلتي حاجة؟ ولا تكونش عينها من حتتين الذهب اللي حلتي ودول كمان عايزة تلهفهم؟ أمي عاوزاني أبيع الخمس فدادين بتوعك إخلاص. يا نهار أسود، أنت بتقول إيه؟ بقول اللي أمي قالتهولي، وانا ما عنديش ارض ابيعها ولا عندي فلوس اديها لحد، وكفايه قوي اللي خدته مني قبل كده. الظلم ساعه مهما طلله، والحق باكي يا خلق لي ساعه، واللي طاطي يا ظنوا يا ويدو، ليدك هنا ولا قبر اي ساعه، كيف نسيب العمر يسرقنا، وكيف وقفنا لبعض الوحدة، لو نبقى صحبة مين يفرقنا، دي الأرض واحدة والسماء مع